ينضم إلينا عبر سكايب من الإمارات العربية المتحدة المستشار والخبير الاقتصادي أحمد العمراوي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك، طيب شكرا. في البداية أستاذ، ما هي قراءتكم الاقتصادية لقرار منظمة أوبيك بلاس بتخفيض إنتاج النفط ب100,000 برميل يوميا لشهر أكتوبر؟ نعم، هو لما نجو القراءة تبع تخفيض منظمة الأوبيك بلاس لقرار أنه 100,000 برميل يوميا، أنا أول شيء نرجع للوراء. قبل أشهر منظمة الأوبيك قررت أنه ترفع إنتاج البترول ل 600 وتقريبا 40 برميل يوميا، يعني فوق احتياج السوق. هي رفعتها عشان تغطي العجز اللي كان بعد ما روسيا قطعت البترول على كثير من الدول. لكن القرار اللي اتخذته انه هي زادت فوق الاحتياج تبع السوق تقريبا فوق ال 240 او 250 برميل يوميا، 250 الف برميل يوميا. فانا نظن انه القرار انه تخفض الانتاج اليومي ب100,000 برميل هذا مش حيأثر كثير على السوق، لكن هو انا بالنسبه لي هو يعني جس نبض للاسواق العالميه، وهي ايضا نقدر نقولها هذه الخطوه عندها معاني كثير. يعني انه مش انه خفضت ال 100,000 برميل في السوق مجرد تخفيض، ولكن لكي ترى يعني شو راح يكون الابعاد بعد هذا التخفيض. نعم أستاذ، أيضا هل القرار يعني جاء وفقا لمتطلبات السوق أم أن هناك ضغوطات في أو على المنظمة بشأن القرارات المتخذة سواء برفع الإنتاج أو بتخفيضه؟ أنا ما أظنش أن تكون هناك ضغوطات على المنظمة بشأن هذا الشيء، لأنه أنا إذا كنت تقصدي روسيا، فروسيا ما من مصلحتها أنه ما تتعاداش مع منظمة الأوبك، لأنه هي تقدر تقولي هي ثالث دولة من أكبر الدول في منظمة الأوبك. فنقدر نقول أنه هذا القرار هو جاء تقريبا جس نبض، لأنه بعدها حتكون قرارات. لأنه الدليل على هذا أنه هذا القرار فقط لمدة شهر، هو مش قرار دائم، لأنه الانعقاد تبع الجولة تبع منظمة الأوبك حيكون في أظن 5 أكتوبر، فهذا القرار حيكون لمدة شهر فقط. بعدها أنه لما يجتمع دول منظمة الأوبك فيها هناك راح تدرس شو القرارات اللي جات وشو الأشياء اللي حصلت بعد ما منظمة أوبك قررت خفض إنتاج 100,000 طن. فبعدها حتكون القرارات كلها والأساسية راح تكون بعد 5 أكتوبر إن شاء الله. نعم أستاذ، في الأخير هل هذا القرار من شأنه رفع أسعار النفط، خصوصا أن الأسعار حاليا تعرف استقرارا نسبيا؟ والله أنا لو نجي إنه نتكلم على الأسعار الحالية، هي لا تخدم الاقتصاد العالمي، لأنه الآن في تضارب كبير في يعني سبحان الله إنه في الأسعار كانت ماشية وتزيد، وحتى الطلب ماشي ويزيد. هي في العادي إنه كانت لما تطلع الأسعار العرض يقل، لكن للآن الأسعار ماشية تطلع في السماء والعروض تطلع في السماء. فأنا نظن أنه راح تكون زيادة، لكن حتكون زيادة نسبية.